ما في شك جايتكس هو يعتبر من أكبر المعارض في الشرق الأوسط، هي فرصة للاتصالات ما في شك. الوجود الزخم هذا كل الموجود، المنافسين الحمد لله دائما احنا نقدم شيء مميز. إذا كان قبل سنوات يعني الناس تأتي إلى جايتكس إلى تعرض في جايتكس منتجاتها، الآن والحمد لله أو خدماتها، نحن الآن يعني في الاتصالات تجي الناس على أساس تأخذ الشيء الجديد من عندنا. هذا والحمد لله مكسب، مكسب للبلد، مكسب للاتصالات، أن يكون في ثقة عالمية بالبراند. الناس تأتي إلى الاتصالات على أساس تشوف ماذا يوجد من جديد. حياة الناس تتأثر بالاتصالات بشكل مباشر أو تتأثر بشكل فعلي، يعني إحنا ما بالناحية النظرية ممكن يتغير. الآن خذ على سبيل المثال السوشيال نتورك، شبكات اجتماعية بدولة الإمارات، انتشارها كون نصف السكان متصل على شبكات اجتماعية، هذا تغيير في أسلوب حياة الناس. ما كان ممكن بهاي الدرجة من الانتشار لو لم تكن هناك بنى تحتية تساعد على هذا الانتشار. فتغيير حياة الناس إلى الأسهل، تغيير حياة الناس إلى الأفضل، هذا شيء من يعني نحن نساهم فيه، نساهم فيه الآن عبر أكثر من 3 عقود، والله يقدرنا كذلك في المستقبل أن نخدم ونغير أسلوب الناس إلى الأفضل.